الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد النبي العظيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث يبين فضائل شهر رمضان وأن لرمضان فضائل وفوائد كثيرة لا تحصى، فيكفيه أنه شهر القرآن، والقرآن قد حوى خير الدنيا والآخرة، ولأنه كلام الله عز وجل. أتيت بهذا الحديث للوقوف معه مع سؤال وجه إلي من قبل امرأة تشكو زوجها يضربها ويشتمها، ويكثر ذلك في هذا الشهر شهر رمضان. فهي تقول: ألم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وصفدت الشياطين، فلماذا زوجي هكذا؟ إذا كانت الشياطين تصفد وتغل فلماذا يكثر الخلاف والشقاق داخل بعض الأسر؟ فنقول إن فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتم إلا من خلال أقوال العلماء، إلا من خلال شراح الحديث. فبعض الحديث وبعض ألفاظ الحديث قد يأخذها الإنسان على ظاهرها، ولكن لها معاني وتأويلات. فالشق الأول من الحديث واضح، فتفتح أبواب الجنان الجنة، لأن أبواب الجنان مفتوحة أصلا وتفتح للتشديد، وفتحت أبواب الجنان أي يكثر من يدخلها في هذا الشهر، تكثر التوبة، يكثر الرجوع إلى الله، يكثر قراءة القرآن، قيام الليل، صيام النهار، شهر صيام شهر المغفرة. إذن فأكثر الناس دخول الجنة أن يكون سبب لدخول الجنة هو هذا الشهر، شهر رمضان، لذلك سمي شهر المغفرة، شهر الرضوان. وتغلق أبواب النيران أي أن الناس تبتعد عن المعاصي والذنوب والمنكرات والموبقات، فهي إن لم يبتعد عنها الناس يعني بالمرة كلين، إنما تقل، قد تقل، أي كثير من الناس يبتعدون عن المعاصي والذنوب في هذا الشهر، على الأقل في النهار، على الأقل في النهار، وإلا فهناك من يعصي الله عز وجل بل ويخطط للمعاصي والذنوب في هذا الشهر ليلا، كلعب القمار واللهو والغناء والرقص وغير ذلك
مما هو منتشر في مجتمعاتنا في هذا الشهر باسم قتل الوقت، باسم الفراغ، باسم أشياء أخرى وكثيرة. فتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فالجنة لا يدخلها الكسالى ولا يدخلها العبثيون ولا يدخلها أصحاب الخمول ولا يدخلها المتواكلون ولا يدخلها النعاسون والنائمون، وإنما يدخلها أهل العمل الذين يعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة لا يدخلها الإنسان إلا إذا قدم عملا صالحا، عملا وفق شرع الله، أمر الله ورسوله. وتغلق أبواب النيران حتى الذين ينشرون المعاصي والذنوب والمحرمات والمناهي والمناكير يخف شرهم في هذا الشهر. أنتم ترون حتى أصحاب الحانات الخمور يغلقون أبواب الحانات في هذا الشهر، وهو عندهم من باب احترام الشهر البيران حانات وكذا، فيغلقون في هذا الشهر احتراما لهذا الشهر، ولكن نسوا احتراما لرب الأرباب سبحانه وتعالى. فلماذا نقول احترام لهذا الشهر؟ فاحترام تعظيم لرب العالمين. إذا عظمت رب العالمين فلن تعصيه ولن تنشر المعاصي في أي شهر من الشهور. وتصفد الشياطين، تغل الشياطين. لما نقول تصفيد الأصفاد، القيد يوضع في اليدين، فهذا القيد يعني هل هو على حقيقته؟ بمعنى إذا دخل شهر رمضان تصفد الشياطين، هل هو على حقيقته؟ تصفد بمعنى كما هو شائع كنا نسمع في ونحن صغار أن الشياطين يغلق عليها وتسجن في هذا الشهر ولا تخرج إلا في 27 من رمضان. هذا كنا نسمعه، وهذا لا أصل له. تصفد الشياطين قيل على حقيقته، تصفد ولا يعني ليست الشياطين يعني على الإطلاق، وإنما في رواية المردة، مردة الشياطين. وقيل المقصود بتصفيد الشياطين وتقييدها في الحديث هو عدم الغلبة وعدم سلطانها وعدم سيطرتها واستحواذها على الصائمين، أي لا سلطان للشياطين على الصائمين، لأن الصائم الذي يصوم لوجه الله عز وجل مع ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة إنما يجعل بينه وبين الشيطان وقاية، حصن، أي يحصن نفسه بالعبادات، وهذا واضح. ذكر الله مثلا، الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة يكون له حرز من الشيطان، أي يحفظه الله عز وجل من الشيطان، أي لا يستحوذ عليه الشيطان ولا يسيطر عليه الشيطان، أي الشيطان يبتعد عنه، يبتعد عنه، لأن بكثرة الطاعات، بكثرة الطاعات بذلك تحارب الشيطان، والشيطان يهرب منك ويفر منك. فإن خنست أو ابتعدت أو أهملت أو أغفلت ذكر الله عز وجل إنما الشيطان يأتيك ويوسوس لك ويغريك ويغويك ويزين لك الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، فجاءته زوجته صفية بنت حيي
وكان يعني مع بعد المغرب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليوصلها إلى بيتها، فهو ما كان في الطريق فالتقى ورآه صحابيان، فإذا هما يسرعان استحياء من الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهما قال على رسلكما، مهلا على رسلكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إن هذه زوجتي صفية